انخفض الإنتاج النفطي في ليبيا بنسبة 80% وفقاً لشركة النفط الوطنية على خلفية الاحتجاجات والحروب التي تصاعدت مؤخراً في البلاد. وقد شهدت مؤخراً طوابير طويلة من السيارات تنتظر أمام محطات البنزين والغاز كل يوم في طرابلس. مرات تمشي محطة ثانية، مرات تحصل، مرات ما تحصلش، يعني في كل دقيقة 5 أو 6 ساعات تراجع مش حاصل بنزين. أزمة الوقود بدأت في يوليو الماضي عندما قرر عمال النفط السيطرة على عدد من المنشآت النفطية مطالبين بتحسين رواتبهم. وبعد فترة وجيزة سيطر مسلحون على الموانئ الرئيسية شرق البلاد واتهموا السلطات بالفساد وطالبوا بحقوق سياسية وحصة أكبر من عائدات النفط. بعض المحطات تخوفت من الناحية الأمنية، تخوفت من حدوث حوادث، فلهذا بعض المحطات قفلت بالرغم من أن خزانات الوقود مليئة، وتهافت الناس بفقدان الثقة. وتعتبر الصادرات النفطية المصدر الرئيسي للدخل في الميزانية، ولها دور حاسم في استيراد المواد الغذائية الأساسية وفقا لوزارة الاقتصاد الليبية. وتقول شركة النفط الحكومية في ليبيا إن لديها إمدادات كافية، ولكن انعدام الأمن في محطات الوقود يجعل من الصعب تقديم إمدادات جديدة. وفي محاولة لاحتواء الموقف نشرت الحكومة قوات خاصة لتأمين بعض محطات الوقود في طرابلس. وتعتبر ليبيا واحدة من كبار منتجي النفط في العالم ولديها أكبر احتياطي في إفريقيا.